لا فائدة منكم، لا فائدة منكم. أنا تبقى فيا السادة المشاهدين اللي كيشاهدوا هاد المطايفة بيناتكم، هما اللي تيبقاو فيا مسكن في التعليقات كيقولوا يا ربي طفي الضوء على هاد اليوتيوب، يا ربي يقطع الكونيكسيون على هاد اليوتيوب ونتهناو. السادة المشاهدين هم اللي كيبقاو فينا مساكن، اللي كيشوفوا هاد المطايفة اليومية ما بين اليوتيوبرز. خوتي خواتاتي كنستسمح منكم، من جهتي انا كنستسمح منكم المسامحة. خوتي خواتاتي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم اخوتي في قناتكم ابتسام المغربية. إذا كنتوا اول مرة تدخلوا القناة ما تنسوش انكم تضغطوا على زر الاشتراك وتفعلوا الجرس باش يوصل لكم كل جديد ان شاء الله. السلام عليكم. اليوم ما جيتش باش ننتقد محتوى ديال روتيني اليومي، وما جيتش باش ننتقد تفاهة، ولكن خرج لنا واحد المحتوى آخر من الجنب، واحد المحتوى ديال التهكم، واحد الفيديوهات ديال التهكم، واحد اليوتيوبرز اللي تيتهكموا في بعضياتهم. الكثير منكم كيعرفوا قناة جوهرة، مولاتها اسمها سعاد، وهي قريبة نعيمة البدوية. البدوية كتجيها عمتها. بيناتهم هاد الأيام واحد المشكل كبير، واللي سبابه هاد الملقب بمنعم. ما تسولونيش بزاف لانني انا ما متابعش بزاف الاخبار ديالهم وما كنتبعش بزاف هاد القنوات هادي. المهم هاد سعاد هادي هي اخت سميرة اللي كانت في قناة مربوحة. بيناتهم شي مشاكل كتيرة لا تعد ولا تحصى. هاد سعاد هادي كانت مشات عند نعيمة البدوية وطلبات منها انها تدير لها الدعم للقناة ديالها. البدوية وافقات ولكن بالمقابل. انا كنت دويت على هذا الموضوع هذا من قبل، قلت لكم بان هاد البدوية هادي ما كديرش الدعم بلا مقابل، بينما كطلب واحد المقابل اللي هو كبير وكبير بزاف، كطلب مبالغ مالية مهمة جدا. واللي طلبات من هاد سعاد جيبي ليا الذهب. وسعاد ديك الساعه يلاه كانت باديه في القناه ديالها، القناه ديالها ما معروفاش ولي زابوني ديالها قلال. وافقات وفعلا خرجات بواحد الفيديو ودات للبدويه القيصريه وخدات ليها سرتله ديال الذهب اللي كيوصل المبلغ ديالها يفوق يعني 8000 درهم. وعملت ليها نعمه سيدي الطباله والغياطه، وعملت ليها الذبيحه. هاد الشيء كامل غير باش تعمل ليها الدعم للقناة ديالها. البدوية من مورا هاد الشيء عملت ليها الدعم للقناة ديالها، وفعلا طلعت لسعاد القناة ديالها وكل شيء داز بخير وعلى خير. من مورا هاد الشيء وقعوا شي مشاكل ما بين هاد نعيمة وما بين سعاد وما بين هاد منعم. المهم انا ما نعطيكمش الاخبار صحيحه لان كما قلت لكم ما متبعش بزاف هاد القنوات. المهم كاينه شي مشاكل عائليه فيما بيناتهم. هاد المشاكل ادات بهاد سعاد انها توقع في انهيار عصبي. السيده كانت خدامه ما عليها ما بها، توقع لها انهيار عصبي، هزوها داوها للمستشفى باش تلقى العلاج، وعيطوا للزوج ديالها باش يحضر في الحين. وفعلا الغد ليه خرج الزوج ديال سعاد بواحد الفيديو كيوضح فيه بان الزوجه ديالو تصابت بواحد الوعكه صحيه وراها ناعسه في السبيطار وحالتها يرثى لها، وكل شيء هادشي بسبب البدويه وبسبب منعم وبسبب هاد المشاكل كاملها وبسبب القيل والقال وهذا التخربيق كامل اللي لا يعد ولا يحصى. الناس بدل ما تخدم على القنوات ديالها مقابله هذا قال هذا قال وهذا فعل وهذا ترك، يعني شي مشاكل اللي هي صبيانيه. المهم السيد شرح كل شيء في الفيديو ديالو ومشى خد الكاميرا ومشى حتى المستشفى وصور الزوجة ديالو وهي ناعسة فوق البياص، ناعسة في واحد الحالة يرثى لها وما قدرش مسكينة تهضر وكتبكي. ويعني اللي بغى يمشي راه القناة ديالها اسمها جوهرة مغربية على ما أظن ويشوف الفيديو. المهم من هاد الشيء كامل، أنا ماشي هاد الشيء هو اللي جيت نهضر فيه،
هاد الناس. انا سعاد، الاخت سعاد كنطلب ليها الله يشافيها والله يعفو عليها والله يخليها لوليداتها. اما المشاكل اللي بينها وبين البيضاويه داكشي الله يسهل على كل واحد يفكوه فيما بيناتهم، لان كما قلت لكم انا ما متبعاش داكشي اللي بيناتهم وما عارفاش التفاصيل بالضبط. داكشي الله يسهل على كل واحد. هي انا من جهتي كنتمنى لها الشفاء، يا ربي الله يشافيها والله يخليها لوليداتها. ماشي هادشي علاش جيت انا كندوي. ارى ليك واحد خيتي اخرى، واحد الزنبوعة اخرى ناضت من الجنب، واحد خيتي كيقولوا ليها الوزانية اللي ما بغات تهدى ما بغات ترسى، كنقولوا دابا ربي يهديها، دابا دير عقلها، ولا هي بغات تهدى ولا بغات هي ترسى. ناضت هاد الوزانية، خرجت الغد ليه بواحد الفيديو اللي كتمثل كتبغي دير بحال هاد سعاد. نعسة حتى هي قالت لك فوق الفراش وكتمثل بانها هي سعاد، وزعما راها ناعسه ومريضه وكتمثل على المشاهدين، راها غير سعاد راها غير كتفلى على المشاهدين ودايره راسها راها مريضه وهي راه ما مريضه ما والو، وكتمثل بديك الطريقه الصبيانيه المبرحشه. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. حتى المرض وحشومه، حتى المرض ما كنضحكوش على الناس فيه، حتى المرض ما تنتحكموش على الناس فيه. حشومه وعيب عليك وحرام عليك، راه الدنيا دواره وحتى انت براسك راكي مريضه. ياك انت مريضه ولا ما مريضاش، كيف ما كتقولي راكي مريضه وكتشربي الدواء، اذا حذاري ثم حذاري، لان الدنيا راها دواره. كيف ما كتضحكي على ديك السيده مريضه وناعسه في السبيطار، اذا حتى انت بحال والو الغد ليه تمرضي وتمشي تنعسي في السبيطار وراجلك يجي حتى انت ويصورك. واش تبغي انت اللي يضحك عليك ويمثل شي فيديو عليك ويدير بحالك ويقول تبغيني انا نخرج بفيديو ونعس حتى انايا في الفراش ونقول لهم الوزانيه شو كي تدير وتتمثل عليكم اخوتي وراها ما مريضه ما والو راه غير كتمثل عليكم، واش تبغيني انا ندير لك هكاك؟ فكري بالعقل، فكري بالعقل، جلسي الارض بحال هكا وهضري معايا بالعقل وهضري معايا بالمنطق. واش الوزاني انت دابا كتقولي راكي مريضه وكتشربي الدواء مثلا، لنفرض شي نهار انت شداتك شي ازمه ولا قدر الله وداك راجلك للسبيطار ومع نتوما عزيز عليكم هذا الشيء ديال التصوير ديال اليوميات كل شيء اللي كيوقع كتصوروه، وصورك راجلك ولاحك في اليوتيوب ونط انا ومشيت ودرت بحالك وقلت لكم الوزاني راه غير كدابه راه غير كتمثل، ونط ودرت داكشي تانا راه غير تتمثل عليكم اخوتي وراه ما مريضاش، وبديت تانا تنعوج في قنانفي وتنعوج في وجهي. واش تبغيني ندير لك هكاك؟ واش تبغيني نتهكم عليك؟ واش تبغيني نضحك عليك؟ اذا حشومه وعيب عليك وحرام عليك انك تنزلي لهذا المستوى، عيب عليك. والمشكل الاكبر من ذلك انك ماشي حاطه الكاميرا قدامك وكتصوري راسك، المشكل ان راجلك مول العقل مشارك في هذه الجريمه، مول العقل مشارك معاك في هذا الفيديو. حشومه عليكم. الا كانت المراه ما عندهاش العقل، الراجل خاصو يدير لها العقل. الا كانت مرتك ما عندهاش العقل، دير ليها انت العقل وقول ليها لا اختي لا، حشومه حشومه، ما نضحكوش على السيده، ما عرفناها واش فعلا مريضه ولا متى كاع لينا فريد الا هي كتكذب. اش دخلكم فيها؟ واش شغلكم فيها؟ واش سوقكم فيها؟ كل واحد حر في المحتوى ديالو، كل واحد شغله في المحتوى ديالو، نتوما مالكم؟ واش كاين اللي تيحاسبكم على المحتوى ديالكم؟ واش انتي نهار جلستي كتكذبي علينا في داك الفيديو ديال البكاء فاش بديتي كتبكي كتلطخي في الدفال على وجهك وكتبكي، واش شي حد حاسبك على داك الفيديو ديالك؟ وحنا عايقين بك واش غير كتكذبي. داك الفيديو اللي انتي قلتي داروني في واحد الجروب ديال اللي ما كيرحمش وسينيالوني وراه دابا ما فيهش الاشهار، وانتي اكبر منافقه واكبر كذابه. انا دخلت تفرجت في الفيديو ديالك اللي تسينيالا وما مسينيالي ما والو، كله اشهار من الاول حتى الاخر،
والله شهد عليا، اقسم بالله اخوتي، لا الفيديو من الاول حتى الاخر كله اشهارات، ما فيه لا سينيال لا حتى شي حاجه. انت اكبر كذابه واكبر منافقه شفتها في حياتي على اليوتيوب. مالكي على حالك؟ مالكي ما بغيتي تهداي، ما بغيتي تريحي، ما بغيتي تصمتي لعظامك؟ مالكي هكذا؟ انا من نهار عضيتي اليد اللي تمدات لك وانا حالفها فيك. عرفتي شكون هي اليد اللي تمدات لك وانت عضيتيها؟ اليد ديال مول الصلعه. عقلتي عليه ولا نسيتي شكون اول واحد دعمك في اليوتيوب؟ هو مول الصلعه. امتى دعمك؟ فاش يلاه فتحتي القناه بديتي فيها كانوا عندك لي زابوني قلال، وهو منين طلع لطنجه دار معاك فلوغ. ها نسيتي ديك اللعبه اللي كطير في السماء؟ ها دار معاك فلوغ تما، ودار وقال للناس هانتوما هالاخت الوزانيه عندها قناه دعموها وتابوناو معاها. ها عقلتي ولا نفكرك؟ عقلتي على هذا الفيديو منين طلع الموصل على طنجه ودار معاك فلوغ تمايا وهضر مع الناس باش يتابوناو معاك؟ اش درتي انتيا من مورا هذا الشيء؟ نتي كتخرجي بالفيديوهات فيديو مورا فيديو. مول الصلعه هو مول حساب حمزه مون بيبي. واش ما حشمتيش؟ واش ما حشمتيش؟ واش ما عرقتيش؟ واش باغا تدخلي السيد للحبس؟ واش هذه هضره كتقال؟ اش من علاقه ما بين حمزه مون بيبي ومول الصلعه؟ باغا تدخلي السيد عنوه للحبس. هو ديك الساعات راه بنته كانت مريضه وعنده ظروف، داكشي علاش ما كانش يدخل اليوتيوب. نتي استغليتي انت ديك الوقت وقلتي لهم راه هو غابر داخل الحبس، داكشي علاش راه هو مول حساب حبزه مون بيبي. كتعضي اليد اللي تمدات ليك، كيفاش بغيتينا نثيقوا فيك مازال؟ ها كيفاش بغيتينا انتي نثيقوا فيك مازال من غير مول الصلعه؟ شوفي غير القصه ديالك مع البدويه كيفاش بدات وكيفاش انتهت. دابا البدويه نوضتي عليها واحد العجاجه اللي ما كتبدا ما كتتم. كيفاش حتى طلبتي منها دعمك منين طلبات لك 1000 درهم؟ نطي كتغوتي وكوكا عباد الله، البدويه طلبات مني 1000 درهم باش تدعمني، وكتغوتي وليله الله محمد رسول الله، فيديو مورا اخر فيديو مورا اخر، ما بغيتيش تسكتي حتى صافي شتي راسك ما داها فيك حد. طاحوا عليك نزلوا عليك بالانتقادات حتى شتي راسك ما صورتي والو. نهار سمعتي البدويه طلعت لطنجه مشيتي تتجري لعندها كتبوسي اليدين والرجلين باش تصالحي معاها باش تدعمك عاوتاني وتصوري معاها الفيديوهات عاوتاني، ودابا تقلبتي وليتي جيتي من صفها، وليتي دابا كتقولي لا راه ما كتدعمش بالفلوس، ها لا البدويه الله يعمرها دار، البدويه كتساعد مع المبتدئين. صافي سحبتي الكلام ديالك في لمح البصر. لا اله الا الله، ما عمرني شفت انا بحالك في اليوتيوب، ما عمرني شفت بحالك. شوفي دبري راسك شغلك هذاك، ولكن انك باش تضحكي على واحد الانسانه طريحه الفراش مريضه، الا ما نسمحش لك. جمعي راسك وجمعي قبك، راكي زدتي فيه بزاف. جمعي راسك وقولي لراسك يجمع راسو، وراجل كيدير لك العقل. والمشكله انه مساهم في هذا الشيء اللي انت كديري فيه، هو كيصورك انت بقله العقل ديالك وهو كيصور فيك، يعني تجامعتوا بجوجكم على قله العقل. والله يستر. شوفي راجعي راسك، جلسي الارض وراجعي راسك. شوفي قارني غير ما بين نزلي للتعليقات، ما كاين غا السبان والمعيور والشتيمه ولي ديسلايك لي ديسلايك، راه كلشي واضح كلشي باين. كانت مابونيه معك شحال هادي منين كنتي تديري المقاليب وداكشي انت وراجلك وداخلين سوق راسكم، اما دابا منين رجعتي لهذا المحتوى ديال القيل والقال وديك التحريميات وديك تتمشي عند القنوات الاخرى ويلاه نجبدوا الصداع فيما بيناتنا باش نديروا البوز، منين دخلتي في هاد التخربيقات صافي، يعني صافي ما بقى ما يتقال معاك. صافي الله يستر. ديك الانسانه اللي انت كتضحكي عليها راه الدنيا دواره كما انت ضحكتي عليها اليوم، هي راه غادي تجي غدا غادي تضحك عليك حتى هي، فهمتي؟ وكما انت هي طاحت في داك الموقف اليوم، حتى انت غدا الله اعلم اش من موقف غادي تطيحي فيه، والله اعلم حتى انت غدا شنو غادي ديري انت وراجلك وتصوره لينا. الله يستر
والله يبقي الستر، اشهد المحتوى الرديء اللي وليتو كتخرجوا لينا به في اليوتيوب. والله لا زعما الشهى العالميه، الشهى العالميه، ما كاين غير المطايفه والمعاطيه. ما بغيتو تزيدوا بالمستوى ديالكم القدام، ما بغيتو تطوروا، ما بغيتو حتى شي حاجه، يعني الله يستر، الله يبقي الستر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. منكم وصفي المسامحة أخوتي، كنستسمح منكم وكنستسمح منكم العشرات والعشرات والمئات المرات، اسمحوا لي أخوتي. السلام عليكم.